اللي حابب يعرف بالضبط كيف حكومة أسد بتتعامل مع الناس يشوف معنا هذا الفيديو. فشو دايما اخذ الحوط والحذر منهم؟ كيف تاخذ الحوط والحذر؟ اول شيء خلصي له مصرياته، مثل ما عم قلي قد ما فيك افلسيا عزبون. حكومة أسد خلصت مصرياته للشعب وعم بتعذبه. تخيل أنه جيت أسرق منك 1000 ليرة المساء، وتاني يوم الصبح قدام العالم قلت لك خود هاي 500 مني إلك لأنك زلمة درويش وعم تتعب وما حدا حاسس فيك. هذا اللي صار بالضبط أمس. كلنا شفنا أنه حكومة أسد بالليل رفعت سعر ربطة الخبز 100%. كان سعر الربطة 100 ليرة صار 200، ورفعت كمان سعر لتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة. هون فق سيد الرئيس الصبح قال لك العمش والله الشعب فقير ومشحر، زيدوا له الرواتب 50%. بس سيادتك شو مشان انه الارتفاعات رح تصير اكثر من 100% وانت رفعت 50%؟ بس الباقي من وين بدهم يجيبون؟ صار لازم حدا يكون ذكي بالرياضيات حتى يعرف بالضبط قديش حكومه اسد نصبت على السوريين بين ليله وضحاها. قرار وزارة التجارة الداخلية امبارح لما رفعوا سعر الخبز اتضمن عرض مثل اللي بنشوفه ببلاد برا، كل ربطة خبز مع كيس نايلون. بس انتو بتحبوا الأجانب، شعب ما عجبوا هذا العرض وراح يتمسخر، مثل المواطن اللي كتب عندي ربطة خبز بلا كيس نايلون بدي بيعها ب 150. خبر زيادة سعر المازوت بلش ينعكس على الأرض فورا، وبلشت الناس تدفع الفرق حتى قبل ما تقبض الزيادة. ومنشوف كيف أول شيء غلي هو أجار الطرقات على الطلاب والموظفين والعمال. تعليقات وردود المواطنين السوريين ما بتدل على سخرية ناتجة عن رضا أو تحمل، التعليقات هي أقرب لليأس. ورغم كل الفلترة اللي بيعملوها مسؤولين الصفحات الحكومية بتنفد بعض الكلمات من جدار المنع الصارم، والتعليقات اللي رح نقراها هلأ كلها مأخوذة من صفحة رئاسة الجمهورية. تعليق من لؤي بيقول يكتر خيرك يا أسدنا، عطيتنا حق الخبزات اللي زادوا. أما شيرين فعم تقول الله يسامحكم اللي عذبتوا حالكم، صمنا وفطرتونا على بصلة، حق بوط ما بيكفوا. أما هدى فعم تقول والله الزيادة لا تستحق الأوراق اللي كتبت عليها، فهي مأخوذة سلفاً وسيؤخذ أضعاف غلاء المازوت والخبز. تعليق من رماز بيقول العالم تعبت وقرفت واختنقت، والنتيجة بعد هذا الضغط الانفجار اللي رح يؤدي لثورة حقيقية. أما ريهام فعم تقول وبعد الناس ساكتة يعيب الشوم، بس منعيش على الخبز الناشف، ما في داعي بعزق. بس مقداد عم بيقول في حدا من رئاسة الجمهورية عم يقرأ هالتعليقات وما يشوف هذا الحكي؟ هالشعب ضيعان التعب والثقة. أما تعليق آخر بيقول كلمة الحق بتجرح، اللي بيحكي الحق بتحظره، وخلوا سيادة الرئيس يسمع ويشوف كيف الشعب عايش ويحط حاله محل الفقير إذا بيقدر يعيش هالعيشة ويخبرنا.